زانت أموره واشتغل، ويوم ورا يوم، يوم إنه جمع دراهم افتح له دكان وغدا تويت، مهم مثل أبوه لكنه يعتبر تاجر، وبدأ يشتغل على مستوى أكبر. لكن شراكته مع أبو عبد الله ما فضها، يوم ذاك اليوم وكالعادة فلاح ظاهر من ديرته ويروح يودي الأرباح لأبو عبد الله في ديرته، وفي نفس الوقت يأخذ منه بضاعة جديدة ويعلمه وش الموضوع وش اللي صار وش الجديد، وفي نفس الوقت على قولتهم يضرب عصفورين بحجر. هالمرة ناوني فاتح في موضوع سارة، لكنهم تخوف بيوافق أبو عبد الله ولا ما هو بموافق. سام ثم الله عدوك، شو ذا؟ هذا نصيبك. ما شاء الله، ما خاب الظن فيك صراحة. ترى ذي كله من خير الله، ثم من خيرك، بس أنا شرهان عليك شوي. أفا ليش شرهان؟ عسى ما شر. ما صرت تجيني ديرة مثل أول، ولا صرنا حتى نشوفك. شق هالدنيا ومن السوق للمزرعة، ايش تبين أسوي؟ شلون تبين أجيك؟ بس أنا عندي لك السبب اللي خليك تجينا كل يوم بعد. شلون؟ اطلقنا. والله مثل ما انت شايف اموري وزانت، وعندي بيت ابوي، وقلت ما بقى الا انا اكمل نص ديني واستر على روحي، واليوم جيتك ابي اخطب يد ساره على سنه الله ورسوله. الساعه المباركه يا ولدي، والله ما بنحصل احسن منك ولا انا اطيب منك، بس ها ابي اشاور المره والبنيه، الله يجعل خير. خلنا نتقهوى. خير ان شاء الله. أتنبى من وليفي ولا جالي. البركة يا عم أبو عبد الله. الله يبارك فيك إن شاء الله. هلا هلا، مبروك مبروك يا فلاح، والله سويته وتزوجت. الله يبارك فيك وعيد بالك إن شاء الله. اللهم آمين. هلا هلا سالم، حيون. الله يحييك. كيف سالم؟ راح بأخذ هناك من الشباب استانس معاهم. يلا عجل يلا. وانت عاد راح من الشباب وشوف كونهم يبون شيء، محتاجين شيء، وها لا تقصر عاد. اقصر؟ انا عيوني لك الليل ليلتك، انت افرح وانبسط واحنا تحت امرك. اروح اشوف شو اللي يبون الحين. اقول كأنك عزمت الديره كلها. هي يا عم ترى بس ليله واحده في العمر هي. يا عاد كلفنا عليك، مودنا به دعوه يا عم، ساره قاليه والقالي يستاهل. جزاك الله بالخير، حياك الله، وشلونكم طيبين؟ فلاح تزوج سارة، أمورهم زينة وراحت الأيام ومبسوطين ويحبون بعض، والتجارة بدت تزين أكثر والحمد لله من فضل ربي سبحانه. فلاح بدأ يرجع ربعه الأولين، صاروا يقابلونه يا ظاهر المسجد يا رحم دكانه، يا يجونه في دكانه، وشلونك ما عاد تجينا قاطع، يا من يعرف إيش من كلمة منهم كلمة منه. بدأ يهوجس وبدأ يحن للماضي، وبدأ يجتمع معهم وتزيد جمعاته معهم، يده تحك على الصرف وبدأ يعزمهم. شلون الشغل معك؟ والله الحمد لله الأمور ماشية. أنت ارتاح الحين وأنا بروح أنجب لك العشاء. لا انتظري، لأن بس أبيك بشغلة. سمي يا زينة البنات كلهم انتي. شنو هذا يا فلاح؟ فتحي وتشوفينا. الله يا بعد عمري يا فلاح، الله لا يحرمني منك. انزين العشاء عاد لك يا برد. اي صح نسيت. صبحك الله بالخير يا فلاح. يا هلا ومسهلا، صبحك الله بالنور والسرور. شلونك علومك؟ عساك بخير. الحمد لله رب العالمين بخير ونعمه، زي ما انت شايف من السوق ذا البيت نسترزق الله. اقول ترى ما صرنا نشوفه كان والربع، من يوم عرست اختفيت، نبي ناخذ علومك. اجل اسمع، راح بلغ كل الربع قل لهم ترى الليله عشاكم عندي ان شاء الله. ابشر على خير ان شاء الله. يلا فمان الله. عافاك الله. الله يعافيك. ما شاء الله، ايش هالجدر هالكبير هاللي جايبه؟ جايين عندي ضيوف الليل على العشاء، احب بس نتوجب معاهم. ابد لا تشيل هم عندي، بسوي لك ذاك العشاء
اللي يبيض وجهك مع ضيوفك. كفو كفو يا بنت الجويد. انت ارتاح الحين وانا بقوم انجب لك الغداء ان شاء الله. اقول يا الرابع، مودكم نطلع للصيد؟ اي والله اجل، ايش رايكم نطلع بكره؟ ها ايش قلتوا؟ والله بيني وبينكم انا ودي اجي معاكم، بس تعرفون بعد يعني بكره بيجيني ابو المره وحب انه انا اتوجب معاه. بس على طاري الصيد، ايش صار على بندقيه سبوي الله يرحمه؟ لحد الحين عندك؟ اجل ايش رايك، اكيد لحد الحين عندي. اجل شف، ابى اشتريها من عندك بالمبلغ اللي تبي. ايه ببيعه لك، لكن ها عندي شرط. باللي تامر عليه. ما يامر عليك ظالم، شرطي هو ان تطلع معانا بكره. زينه، واطلع معاكم بكره ومحلي من اللي بيشتغل فيه؟ محلك اموره سهله، انت تطلع معانا وانا خبر واحد على قد حاله ودور الرزق، يا اقعده في المحل وساعطيك كروته وبس، تطلع معانا ونستانس. ها ايش قلت؟ والله ما ادري، بس خلوني افكر. انا راح اجيك.